بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الشيخ سلمان صباح السالم لحمود الصباح، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، ممثل راعي المهرجان سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، أصحاب السعادة السفراء، الحضور الكريم، نلتقي الليلة لنشهد انطلاقة مهرجان لجرين الثقافي في دورته 20. هذا المهرجان الذي يعد التظاهرة الثقافية والفنية الأهم في دولة الكويت منذ انطلاقته في دورته الأولى عام 1994، وبشهادة المراقبين في جميع مجالات الثقافة والفنون، فإن المهرجان يعد من أكبر المهرجانات العربية من ناحية الفترة الزمنية والتنوع في الأنشطة والامتداد الجغرافي للمشاركات. ضيوفنا الكرام، يسعدني دعوة معالي الشيخ سلمان صباح السالم لحمود الصباح، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، لإلقاء كلمة الرعاية إذاناً بانطلاق الدورة 20 لمهرجان لجرين الثقافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، أصحاب السعادة السفراء، يسعدني ويسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله راعي الحفل، وأن أحييكم أصدق تحية باسم دولة الكويت، وأن أعرب لكم عن خالص السعادة بوجودكم بيننا في هذه اللحظات المفعمة بمشاعر الأخوة والصداقة في هذا العرس الثقافي الذي يجمع بين مختلف أطياف الإبداع والفكر والأدب والفنون. ففي هذا العام ارتقى مهرجان لجرين السنوي إلى رسالة الكويت السامية وموقعها على الساحة الثقافية العربية والدولية، وذلك بالرعاية السامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهما، وبتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حفظه الله، وذلك لرعاية الإبداع والفكر والأدب والفنون. وعلى هامش فعاليات المهرجان يلتقي المفكرون والفنانون والإعلاميون والنقاد والأدباء العرب لصياغة إضافات جديدة لسجل الثقافة العربية. أيها الحفل الكريم، غير خاف عن الجميع أن مهرجان الجرين أصبح علامة بارزة على خريطة النشاط الثقافي والفني لدولة الكويت منذ أن انطلقت دورته الأولى في نوفمبر عام 1994، وعاما بعد آخر ترسخت ملامحه ليصبح حقيقة ثابتة في الحياة الثقافية والفنية، ليست في الكويت وحدها بل في المنطقة العربية بأسرها، وأصبح رمزا لتلاقي الثقافة العربية والعالمية على أرض الكويت. وقد رسخ المهرجان جذوره بالساحتين العربية والعالمية لكونه مهرجانا ثقافيا بكل ما تحمله الكلمة من معان، ولهذا غدا المهرجان هو اللقاء الثقافي الأجمل في كل عام. سادة الحضور الكرام، إن الكويت تضع الثقافة ضمن أولوياتها للإيمان بأنها ثقافة قاطرة التنمية الشاملة وعنصر أساسي من عناصر التماسك الاجتماعي وسببا جوهريا في تحقيق العدالة الاجتماعية وفي تحسين وضعية المرأة وتأصيل دورها في المجتمع وسبيلا للنهوض بطاقات الشباب بما يعود بالنفع على الأوطان. فالثقافة والأفكار هي المكون الأصيل لدعم الحوار بين الحضارات واحترام التنوع
الثقافي وتعزيز الوعي بالقيم المشتركة بين الشعوب لتدعيم أسس التفاهم بينهم على أسس من الاعتدال والتسامح والمحبة والاحترام المتبادل، وتعميقا لهذا الدور آلة الكويت على نفسها أن تقوم به من أجل التعريف بأهمية الثقافة، لذا تسعى دائما لإقامة مثل هذه التظاهرات لضمان زيادة وعي الشباب في هذا المجال. ولعل ما قدمه الشباب في الآونة الأخيرة من تجارب إبداعية متميزة تعبر عن القدرة في مواصلة مسيرة العمل الثقافي والنهوض به، فهم يستحقون منا كل الإشادة لما يقومون به من جهود حثيثة في تقديم تجارب إبداعية خلاقة في مختلف المجالات. فالثقافة هي الجسر الذي يعبر المجتمع للرقي وللتمدن، وأيضا هي التي تحفظ الأفراد من السقوط إلى الهاوية. الحضور الكريم، إننا وإذ نحتفل بإضاءة الشمع 20 من مهرجان القرين الثقافي، فلا بد أن نحيي كل الذين ساهموا في انطلاقه ومسيرته حتى أصبح اليوم شجرة وارفة الظلال، كما نحيي كل الرواد والمبدعين الذين أسهموا في إثراء مسيرة التنمية الثقافية، والذين يستحقون منا كل الثناء والشكر، كما نحيي كل من ساهم في إقامة هذا العرس الثقافي. وأخيرا، كل التمنيات للضيوف الكرام بطيب الإقامة في دولة الكويت وبأفضل مشاركة مع أخوانهم من أبناء الكويت، ليكون القرين 20 على قدر الثقافة وإلى المزيد من الإنجازات التي تعودنا عليها جميعا إن شاء الله بالخير. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السعادة السفراء، الحضور الكريم، سوف نعيش معا على مدى 19 يوما مع أنشطة المهرجان المختلفة التي تتنوع بين الموسيقى والمسرح والسينما والندوات والأمسيات والمعارض المختلفة، حيث تقدم ثقافات وفنون العالم على أرض الكويت الحبيبة، من الصين شرقا إلى الولايات المتحدة الأمريكية غربا، مرورا بأوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية. يسعدنا أن نلتقي مع الأمسية الموسيقية الأولى في المهرجان بعنوان دروازة القرين. الدروازة كلمة تستخدم بلهجة أهل الخليج والكويت تحديداً، وتطلق على البوابات الكبيرة، للمؤلف المبدع الدكتور سليمان الدقان، بمشاركة غنائية واستعراضية لفرقة التلفزيون للفنون. هذه الفرقة التي تأسست عام 1978 وتعد أول فرقة قومية كويتية تبرز التراث والفلكلور الكويتي والخليجي بشكل حديث، وأحيت العديد من الحفلات داخل وخارج الكويت، وأيضا العزف الموسيقي للأوركسترا الأوكرانية وإنشاد بيت الفن المعاصر بقيادة الدكتور سليمان الدقان، حيث تقدم لنا الأعمال التالية: افتتاحية الدروازة، مرزوق المرزوق، رثاء ووفاء، أطفال سوريا، نفدي دارنا، يا مرحبا، شراي، في عزك ربينا، رحال وبالشوفة، والختام مع أغنية يا بلادي، كلمات الشاعر الدكتور يعقوب الغنيم، ألحان وتوزيع الدكتور سليمان الدقان. والآن لمسة وفاء وعرفان من فرقة التلفزيون للموسيقار مرزوق المرزوق، أحد مؤسسي فرقة التلفزيون وأحد رواد الفن الكويتي. فليتفضل مشرف عام فرقة التلفزيون الأستاذ غنام الدقان والأستاذ نجم العميري والأستاذ بدر الجواهل وأحمد القطامي لرفع الستار.
يعطيهم ألف عافية. والآن حضور الكريم يسعدني دعوة معالي الشيخ صباح السالم لحمود الصباح وزير الإعلام، والسيد الأستاذ المهندس علي اليوحى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب لتقديم دروع المهرجان لكل من درع المهرجان للدكتور سليمان الديقان. وأيضا درع للأستاذ الفنان أحمد القطامي. الأستاذ الفنان أحمد القطامي رئيس فرقة التلفزيون. الفنان ديمتري هوفانا مدير الأوركسترا الأوكرانية. شكرا لوجودكم، شكرا لحضوركم في هذه الليلة، وإن شاء الله الفعاليات والأنشطة لمهرجان لجرين سوف تستمر حتى 25 من يناير.